كسب برضه اسامه ومعاه اسماعيل وبعت الصوره حلوه وبيحطها هوايته جمع الألقاب والكؤوس والخروج من انتصار إلى انتصار داخل جدران القلعة الحمراء. إنه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أسامة عرابي. ولد أسامة عرابي في 25 من شهر يناير عام 1962 بحي المنيرة، وعشق كرة القدم منذ سنوات عمره الأولى، ولفت الأنظار إليه حينما كان يشارك في الدورات الرمضانية التي كانت بوابته نحو عالم الأندية المحترفة في كرة القدم. في سن 13 من عمره خاض اختبارات عدد من الأندية، والطريف أن عرابي أو الجندي المجهول كما كان يحلو للجماهير الأهلوية أن تلقبه خاض اختبارات الأهلي مرتين ولم ينجح، لكنه لم يفقد الأمل في تحقيق حلمه بارتداء القميص الأحمر. وفي عام 1981 يخوض عرابي الاختبارات للمرة الثالثة، ويشاهده الكابتن أحمد ماهر ويضمه لفريق الشباب بالأهلي، وبعدها بأقل من عام يتم تصعيده للفريق الأول الذي كان يشرف عليه في ذلك الوقت الجنرال محمود الجهري. وعنده فرصة يرجع ورا ليه؟ أسامة عرابي، عرابي عرابي في المباراة رقم 380. الكرة حلوة قدامة ملعوبة وعدها أسامة. خش يا مصطفى، الجول الرابع، الجول الرابع. وعلى مدار رحلته مع المارد الأحمر والتي امتدت من عام 1982 إلى عام 1999 حصد أسامة عرابي 28 بطولة، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز 10 مرات وكأس مصر 8 مرات وكأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 وكأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات والكأس الأفرو أسيوية عام 1989 وكأس الكؤوس العربية عام 1995 وكأس العرب للأندية أبطال الدوري عام 1996 وبطولة النخبة العربية مرتين عامي 1997 بالمغرب و 1998 بتونس. وخلال هذه الرحلة سجل 12 هدفا بقميص الأهلي. وعقب اعتزال كرة القدم اتجه أسامة عرابي لمجال التدريب، حيث عمل مدربا مساعدا للفريق الأول بالأهلي مع الأسطورة البرتغالي مانويل جوزي، ونال مع الفريق حينها كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي. وبعدها شق طريقه وتولى تدريب عدد من الأندية، منها الإنتاج الحربي والترسانة والنصر للتعدين وأسوان، كما عمل مدربا عاما لمنتخب مصر الأولمبي مع حسام البدري. عرابي وكسب برضه أسامة